النهارده التلات 16، النهارده 16 يا عمر ولا 15؟ 15 15 6، واول امبارح الحد 13 6. طلعت هنا وقلت لكم علي معلول، سوري علي معلول خلاص هيجدد ان شاء الله، يعني طمنوني عليه جامد. يعني قلت لكم اليو ديانج، اليو ديانج مطلوب في العين الاماراتي، والنادي الاهلي هيطلب 7 أو 8 مليون دولار، وان هذا انفراد، وان لسه الخطاب واصل لاداره النادي الاهلي الطلب. بفضل الله بفضل الله بفضل الله لسه النهارده الخبر حديث مصر كلها بعد 48 ساعه. الاهلي يعتذر، خالد الغندور سال عليا، سال عليا وراجل محترم كتر خير وربنا يمتعه بالصحه والعافيه. احنا كلنا فينا ميزه، لما حد بيتعب كله بيقلق عليه. المناغشات الصحفيه والاعلاميه دي حاجه، وصحه الانسان وكده حاجه تانية يعني. الحمد لله. ايوه في ناس كتيره من كانوا شغالين مع مرتضى منصور سالوا عليا، ناس كتير جدا، وناس انا رديت وناس ما رديتش. يعني في ناس انا رديت عليها وفي ناس انا ما رديتش عليها، يعني الجرح كبير في النفس يعني. المهم مش ده موضوع. لايك وشير وصلي على الزين وادعي لنفسك والوالدين والغين. عاوز اتكلم معاكم في موضوع اليو ديانج. اليو ديانج قبل يومين من النهارده، يوم الاحد 13/6، والنهارده هو الثلاث 15/6، قلت لكم ان يوم الاحد، قلت لكم ان اليو ديانج مطلوب في نادي العين الاماراتي، قلت لكم ان ده انفراد، ولسه الخطاب واصل لاداره التسويق والتعاقدات في النادي الاهلي، وان هذا الخبر مفاجاه مدويه، وان النادي الاهلي هيطلب 7 او 8 مليون دولار بجانب نسبه من اعاده البيع في حال الموافقه، في حال الموافقه، وان النادي الاهلي ينتوي الموافقه على بيع اليو ديانج نظرا لرغبته واصراره بما يحقق اكبر مكسب مادي وعائد مادي على النادي الاهلي. قلت لكم الخبر ده عدد من الاصدقاء الجداد على ابو المعاطي زكي قال لك لا ده استحاله وده صعب يحصل، ودخلت انا بنفسي رديت على بعض التعليقات على الفيسبوك، قلت لهم يعني ده خبر وده انفراد ودي معلومه انا واثق منها، وهتبقى حديث مصر خلال الايام المقبله كما هي العاده يعني، وده فضل ونعمه من ربنا، ودي العلاقه المحترمه اللي بيني وبين الجمهور، جمهوري العظيم اللي انا بثق فيه وهو بيثق فيا، اللي هو بيدعمني وانا بثق فيه. هو الناس اللي عارفه ابو المعاطي زكي خلاص صدقت وسلمت، البعض بيقول لك لا وصعب ومش صعب ومش عارف ايه وكلام من ده. النهارده الناس كلها كل واحد بقى بيحط التاتش بتاعه. الديانج يرفض العين الاماراتي، الاهلي يعتذر عن مش عارف العين الاماراتي مش عارف ايه، الاهلي يؤجل البت في ايه، كله بيحوم حول العرض الرسمي الذي وصل الى اداره الكره في النادي الاهلي. محدش قال ان انفرد بهذا الامر انكل ابو المعاطي زكي، يعني محدش قال، وده عيب قاتل في الاعلام المصري ان هو ياخد الخطيب ياخد القرار او الخبر وما يقولش. طيب هقول لكم الجديد في موضوع اليو ديانج. المعلومه المؤكده في موضوع اليو ديانج ان الاهلي طلب تاجيل بحث الطلب الى نهايه افريقيا او الى نهايه الموسم. اثنين، ان الاهلي سيحقق اكبر مكسب مالي من بيع ديانج. يعني ايه؟ يعني ممكن يجي لديانج نادي فرنسي ب 2 مليون دولار مثلا، قال مش هيبيع. الاهلي كده بعرض العين الاماراتي حط سقف. ايه هو السقف؟ 6 مليون دولار. لان العين عرض 6 مليون دولار والاهلي طلب 8، او الاهلي قال لي هطلب 8. الناس اللي في الاهلي قالوا هنطلب 8 7 8، لكن العرض اللي كان رايح ب6 شفوي، الستة شفوي مش مكتوبه في العرض. طيب يبقى الاهلي كده وصل ان عرضه، خلي بالك برضو ما تعرفش الاهلي بيفكر ازاي ولا الناس بتخطط مجاز عرض العين الاماراتي ده. حطيت سقف انت 6 مليون دولار، مفيش نادي اوروبا هيدفع 6 مليون دولار. ليه؟ نظرا للازمه اللي بتمر بها كل الانديه الاوروبيه،
بسبب كورونا. العين كان هيدفع 6 مليون دولار على الترابيزة ده لو الاهلي ما فوضش وزود، ده لو الاهلي ما فوضش وزود الرقم، ماشي الحال؟ فيبقى الاهلي حط السقف 6 مليون دولار. وارد ان تبقى في خطة من ادارة التسويق ان هو كده يقعد ديانج يقول له عم بص انت جالك عرض اهو ب 6 مليون دولار ونادي ودوري قوي ودوري محترم ونادي فاترينا قوية لاوروبا، لو انت عاوز تمشي وعاوز تروح هناك اتفضل، واحنا يبقى احنا حققنا مكسبنا وكده. لكن اي عرض يجي لك احنا حطينا التسعيره. فوارد يبقى ده خطه للابقاء على إليو ديانج في حال اذا لم يصل عرض ب 6 مليون دولار، لان كلنا شفنا الفيرود اتباع بكام؟ ب 4 مليون مصطفى محمد، يعني يدفع 4 مليون عشان ياخدوه ولا 3، كلها 5 مليون يعني عرب بالمبلغ اللي بقى كلها 5 مليون. ولما كانوا بيتكلموا مع النادي الفرنسي كان طلب نادي الزمالك 5 مليون دولار. فبالك انت بقى لعيب وسط ويبقى الطلب 6 مليون دولار حد ادنى بنبدأ منه. وارد يبقى ده تكتيك من ادارة التسويق والدهي امير توفيق انه ما يبعث. لكن المؤكد ان جه عرض من النادي العين، والمؤكد ان اصبح حديث الوطن العربي كله بعد 48 ساعة من إعلان أنكل أبو المعطي زكي هذا الانفراد الصحفي غير المسبوق. وده عادتنا معاكم، بنسبق كل الدنيا، بنسبق كل الدنيا، شاشات وبرامج إذاعية ومواقع وكل حاجة، ده فضل وكرم من ربنا في مثل هذه الأخبار المهمة. فإليو ديانج مطلوب في العين الإماراتي، الأهلي لم يغلق الباب، الباب مازال مفتوح أمام المفاوضات. ممكن الأهلي يتكلم بعد مباراتي الترجي، ممكن يتكلم بعد مباراة النهائي هو والعين، ممكن اللاعب لسه إدارة العين لم تتواصل معاه، فلو تواصلت معاه تقدر تقنعه. الأهلي الصفقة دي الكلام المبدئي من العين 6 مليون دولار، الأهلي لو خلصها ب 8 ولا ب 7 و20% من إعادة البيع أو 15% مكسب رهيب للنادي الأهلي. لعيب جه من الجزائر أظن من مولودية الجزائر لمدة موسم وكده، الأندية الفرنسية والأسبانية أرسلت مندوبيها لمشاهدته في بعض المباريات ومنها مباراة القمة 2-1، وكان هيجي كانوا هيجوا مباريات أخرى يعني، لكن مباراة القمة 2-1 اللي كانت في الدوري كانت في رمضان دي أكد لأمير توفيق إن هم جم وهو قابلهم واستقبلهم وقعدهم وشافهم وكل حاجة، لكن ما اتكلموش في حاجة، فيش حاجة رسمي من الأندية الفرنسية والأسبانية اللي جت مندوبيها إلى القاهرة لمتابعته. طيب يبقى كده إليو ديانج مازال الباب مفتوح للعين الإماراتي وغيره. طيب إيه الفايدة من إعلان عرض العين؟ كان وارد العرض ده معرفوش، وبالتالي ما يعرفوش الإعلام المصري كله، لكن لما عرفته كل الناس قالوا للناس في النادي الأهلي ده الأستاذ أبو المعطي بيقول ده قال ده آه يقولوا آه ده حصل وكذا كده يعني. طيب برضو هنا أنت حطيت سعر للاعب وسعر عالي وإمكانية البيع للأندية العربية، وارد يجيله عرض من نادي سعودي الهلال النصر كذا، التسعيرة اتحطت، التسعيرة اتحطت، ووارد النادي الأهلي يقول لي إليو ديانج طب روح يا عم ديانج سنة والأهلي ياخد له 2 مليون دولار مقابل السنة ديت، واللاعب ياخد له 1.5 مليون ولا حاجة ولا 2 مليون ويبقى راح وظبطه الدنيا وتراضى اللعيب ويجي بعد كده يكمل معاك. لكن اعلان عرض العين الاماراتي الرسمي ده له فكر ورأي ورؤية واستراتيجية من ادارة التسويق في النادي الاهلي، مش كده، مش يعني الموضوع مش كده، لا ده له اهداف كبيرة جدا حققتها ادارة التسويق حول هذا الامر. سواء اول حاجة بقى خلاص حطينا سعر 6 مليون دولار البداية، اتنين ان امكانية البيع او الاعارة، تلاتة لو جه عرض من اوروبا ما تكلمنيش في 2 مليون دولار و 3 مليون دولار، تتكلم من 6 وانت طالع برضو، اربعة امكانية الابقاء على اللاعب خاصة النادي الاهلي يرغب في استمراره وتواجده معه نظرا لمستوياته الفنية العالية، ولكن بشرط ان يكون ذلك برغبة اللاعب تماما 100%. هتسألني عن احساسي، احساسي ديانج هيروح العين الاماراتي، احساسي او هيروح نادي عربي،
بس العين الاماراتي اقرب حاجه. امتى بقى؟ قدامك اسبوعين ثلاثه شهر هنشوف الدنيا هيبقى فيها ايه. لكن الموضوع ما تقفلش، الموضوع ما تقفلش. لايك وشير وصلي على الزين، وادع لنفسك والوالدين والغير، واوعى تنسى تفعل الخير. وبمناسبه العين الاماراتي ايضا، العين الاماراتي جدد طلب استعاره شادي رضوان نجم النادي الاهلي المعار الى البنك الاهلي خلال الساعات الماضيه ايضا. يعني العين الاماراتي مركز مع النادي الاهلي وعلاقته طيبه للغايه.